إذا هو يرطب فضلاقكم ويهدي إليكم لؤلؤه ومرجانه. فماذا نفعل باللؤلؤ والمرجان؟ حيث تغذى على اللؤلؤ والمرجان كان صادق للزين. للزين أحسن صادق. للزين أيضا أسمع. سنتي اللؤلؤ من الأحجار الكريمة. لذلك يمكن بيعه والحصول على النقود. نعم والحصول على النقود. نصنع به عقدا. نصنع به الزينة كما قال الصادق. يستخدم كحلي. حلي الزينة نعم. سنزين بالبيوت. هل نزين باللؤلؤ البيوت؟ لا. لا هو باهظ الثمن. نعم إذا هذا بالنسبة للجزء الثاني. ننتقل إلى الجزء الثالث. أما الحيتان عبد الرحمن. أما الحيتان فقط حملت لاحقة تقول ماذا تلاحقنا أيها الإنسان وتقتلنا حتى في أعماق البحر. فلنكن أصدقاء ولا تلقي إلينا بالمواد السامة والأوبئة المهلكة ورواسب النفط ودعنا نعيش. جيد. إذا أما الحيتان بما تعرف الحيتان بما تعرف؟ نعم بكبر حجمها. إذا الحيتان هي من أكبر الحيوانات البحرية. إذا ماذا قالت؟ إذا هي أيضا خرجت تطالب الإنسان بما طالبته هذه الحيتان. نعم ألا؟ لماذا سيقتل الإنسان وتقتلنا حتى في أعماق البحر؟ نعم، إذا فلنكن أصدقاء. ماذا قالت أيضا خولة؟ أكملي. ولا تلقي إلينا بالمواد السامة والأوبئة المهلكة ورواسب النفط. إذا من يصيغ هذه العبارات في صيغة الأمر حتى نستطيع أن نكتبها في لافتة؟ نعم أشرف. لا تلقوا إلينا بالمواد السامة. لا تلقوا إلينا بالمواد السامة والأوبئة المهلكة ورواسب النفط. إذا أين تعيش الحيتان؟ أين تعيش الحيتان؟ تعيش الحيتان في المحيطات. في المحيطات، بما تعرف المحيطات؟ بما تعرف؟ بالعمق. بالعمق، أحسنت. إذا الحيتان مع أنها ضخمة فهي تحتاج إلى عمق لتعيش فيه. مفهوم؟ إذا هي تعيش في المحيطات، فماذا قالت؟ لا تلقوا إلينا بالمواد السامة مثل ما قال أو قالت الأسماك الأخرى والعفن والأوبئة المهلكة. ما معنى الأوبئة؟ سام. ما عندك بس؟ الداء. الداء؟ سام. موبقة الحشرات. لا. العدو. لا. الأمراض. الأمراض. ما مفرد الأوبئة؟ وباء. وباء. ما معنى الوباء؟ مرض خطير نسميه وباء. قال الأوبئة المهلكة، يعني لو قالت الأوبئة فقط لكان ذلك كافيا لأن المرض لا يحبه أي كائن حي، ولكن أضافت المهلكة لي تبليغ. لا ليس الحجة، لتثبيت لتثبيت ليس حجة. ليس حجة. تثبيت فكرتنا. تثبيت فكرتنا للتأكيد، يعني الأوبئة المهلكة للتأكيد ورواسب النفط. ورواسب النفط، ما معنى النفط؟ البترول. ورواسب يعني الشوائب يعني نعم. صار النفط يؤثر على تناول نعم، فهذه رواسب النفط، من الذي يلقي برواسب النفط؟ مصانع. إنسان. القوارب. القوارب ليس القوارب. السفن. السفن الضخمة هي التي ترمي بمخلفاتها في هذه المحيطات فتضر بالحيتان حتى وهي في أعماق المحيطات. إذا نعود إلى النص. نعم صحيح. دعنا نعش. نكمل الجزء هذا، الجزء الأخير من الصفحة الثانية. حفصة.
الأسماك لافتتها في رمال الشاطئ، ثم انكفأت عائدة إلى الأعماق. وقبل أن أبرح مكاني سمعت البحر يتأوه ويقول: لقد أطعمتكم من مراعي وزينتكم من لآلي وأدفأتكم برمالي وحملت سفنكم على ظهري، فلماذا تسيئون إلي وتقتلون في قلب الحياة؟ أنشدكم أيها الناس الحرص على نظافة وسلامة الحياة في أعماقكم. شكرا حفصة. إذا غرزت، ما معنى غرزت؟ غرزت نعم رؤوف. جيد، حفرت حفرة ووضعت فيها اللافتات. أيضا نعم نصبت، نعم ثبتت. أيضا غرست، زرعت، طعنت. ليست طعنة، هي ليست طعنة، ولكن ثبتت. غرزت يعني ثبتتها، نصبتها، وضعتها حتى تظهر للإنسان. غرزت جماعة الأسماك لافتاتها في رمال الشاطئ. نعم، ثم انكفأت عائدة. ثم انكفأت، ما معنى انكفأت؟ ما نعم لا اكتفت. نعم اكتفت يعني غرزتها وهذا يكفي، وعادت إلى حيث تعيش، فتركت وراءها لافتات بحيث كلما قدم الإنسان إلى الشاطئ رآها بارزة ظاهرة. وقبل أن أبرح مكاني هذا الفتى يكمل كلامه: سمعت آخرهم هو البحر يتأوه. ما معنى يتأوه؟ ما معنى يتأوه برفع الأصابع؟ نعم يتألم. ما معنى يتأوه؟ يئن، يتأسف، يتأوه، يتقوي. لا سألوا، لاحظوا معي. سمعت، ماذا تسمعون؟ إذا كان الإنسان يتأوه ماذا يقول؟ حسنتي أسمع. لقد أطعمتكم من مراعي. إذا ماذا قال البحر؟ ماذا قال البحر؟ إذا البحر دائما ماذا يفعل؟ البحر يتأسف أيضا يتأوه، يعني يقول آه منك أيها الإنسان، دائما يخاطب الإنسان. فلقد تعب من الإنسان البحر يتأوه، ولكن أيضا ماذا يفعل في هذه الفقرة؟ نرى كرم. يشكو. إذا يقدم شكوى. نعم، إذا البحر يقدم شكوى، يشكو من الإنسان للإنسان. هو يشكو من الإنسان لكن يشكو له أيضا. أيضا يقدم له شكوى. أيضا ماذا يفعل؟ يسأل لماذا؟ هو في حيرة. أيضا ماذا يفعل البحر؟ يذكر فوائده. أيضا يقدم فائدة، ولكن في نفس الوقت عندما الإنسان تقدم له شيئا ويكون المقابل سيء هنا ماذا نسمي؟ ماذا يفعل؟ خيبة أمل. وكان جميل، لكن لم نقل هذه قلناها في المواقف الماضية. ماذا نسمي؟ قلت له بالأمس، قلتم لي ماذا تفعل الأسماك؟ ماذا تفعل؟ ماذا يفعل البحر الإنسان؟ نعم، لكن ماذا يفعل؟ يعاتب. عتاب. عتاب يعاتب الإنسان، يشكو الإنسان من الإنسان وفي حيرة، يقول ما هذا الإنسان؟ أنا أقدم له خيراتي وهو يقابلني بمساوئه، يرمي نفاياته في مياهي. إذا هنا هو يحتار، لماذا الإنسان هكذا؟ لماذا يفكر بهذه الطريقة؟ وهو يعاتبه في نفس الوقت، وهو يشكو أيضا في نفس الوقت. إذا ماذا قال؟ راسيم، ماذا قال الإنسان؟ نعم وزدتكم بالمال. نعم سكونكم. نعم، فلماذا عتاب؟
فلماذا تسيئون إلي وتقتلون في قلبي الحياة؟ في قلبي الحياة ماذا يمثل قلب البحر؟ نعم. المخلوقات البحرية. جيد أحسنت. المخلوقات البحرية، المخلوقات التي تعيش في البحر فهي قلب البحر في ذاته. أناشدكم ما معنى أناشدكم؟ أنبهكم. أترجاكم. ليس تحذير. هي ورجاء. رجاء يقدم البحر عفوا. يقدم البحر للإنسان يرجوه. رجاء فهو يرجوه. أناشدكم. أكمل بلا الفقرة. أناشدكم أيها الناس. حرص على النظافة والسلامة في الحياة في الأعمال. إذا الرجاء، هذا الرجاء ما هذا الرجاء؟ قال أناشدكم. سمعنا الإنسان يقف لكي يقف على البحر. نعم، لكي يطلب الرأفة به. الحرص على النظافة، يعني يريد النظافة هذا البحر، يريد النظافة. ماذا يريد أيضا؟ يتوسل للإنسان أيضا. يريد السلام. سلامة الحياة. سلامة الحياة. إذن يعني عشنا مع هذا النص لحظات ممتعة، أليس كذلك؟ نعم. لحظات مؤسفة ممتعة، لكن مع من تصطفون؟ هل تصطفون مع بني البشر أم مع هذه الحيوانات البحرية والبحر في نفسه؟ هل لها حق في مطالبة الإنسان بحقها؟ من حقوق الحيوانات البحرية أن تعيش في سلام وفي أمان. نعم أكرم. هي تعيش مثلنا طبعاً، هي تريد الحياة الآمنة، ولكن من الذي يعكر حياتها؟ نعم، نحن بنو البشر، نحن من نؤذي الآخرين وتعود الأذية على أنفسنا. إذا هذا الجزء الثاني من النص، وأكملنا النص. غدا بإذن الله سنتناول القواعد النحوية.